الجمعية سنة بالخير. الجمعية هي الطولة في مبادرات خيرية، حضرتوا معنا إن شاء الله لتعاونونا وتساعدونا للعودة إلى صلاة الجمعة. بقلب رحب استقبل إمام مسجد أحمد حفيظ أعضاء جمعية سنابيل الخير ليتعاونوا على تعقيم وتطهير المسجد لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة بعد تعليق أدائها بسبب تفشي الوباء. المبادرة جئنا إلى المسجد هذا لتعقيمه وللوقوف بجانب الناس إن شاء الله من باش نحبسوا من انتشار الوباء هدايا، وإن شاء الله رانا في خدمة هذا الوطن إن شاء الله. شوق المصلين لأداء صلاة الجمعة والاستماع لخطبتها يجب أن لا ينسينا الحفاظ على صحتنا. ما أنصح به المواطنين والإخوة المصلين بهذه المناسبة والعودة إلى صلاة الجمعة أن يلتزموا بالإجراءات الصحية والوقائية حتى نتجنب إن شاء الله الإصابة بالعدوى، خاصة في ظل ارتفاع عدد الإصابات. فإذا التزمنا بهذه الإجراءات الوقائية سنوفق إن شاء الله للاستمرار في أداء صلاة الجمعة. وبالنظر لأهمية التي يوليها دين الحنيف للنفس البشرية، يتوجب على المصلين احترام التدابير الوقائية لتصلح أصوات الأئمة في منابر المساجد.